هيئة تردزون بتعمل في مجال عدالة الأطفال من تسعينات القرن العشرين، ومع الأسف اكتشفت الهيئة أنه مفيش اهتمام كفاية بصوت الأطفال، وقليل ما بيستمع لأصواتهم. أهلاً، اسمي ليلى، عمري 15 سنة، أهلي فلاحين في قرية صغيرة، حاولوا يجوزوني لشخص مهم في القرية عشان يحسنوا مستقبلهم من ورا جوازتي، وقررت إني أهرب للشارع. وفي يوم الشرطة قبضت عليا، والقاضي حكم إني أتحجز في مؤسسة الرعاية، وفضلت أقعد في المؤسسة عن إني أرجع البيت علشان أهلي بقوا بيستعروا مني. شكراً لتيردي زوم، جابتلي محامي يترافع عني، والقاضي فهم إني مغلطتش، وكمان دربت تيردي زوم القضاء والأخصائيين الاجتماعيين والمحامين على أشكال الانتهاكات لحقوق الأطفال علشان يحمونا. كملت تعليمي في مؤسسة رعاية البنات، ودلوقتي بيساعدني الأخصائي الاجتماعي إني أرجع بيتنا تاني في يوم من الأيام. اسمي عماد، عندي 16 سنة، أهلي صناعية على قدهم، عايشين في منطقة عشوائية، وفي يوم سرقت موبايل من بقال علشان أشتري أكل، اتقبض عليا وفضلت مستني في الحجز علشان أتحاكم، معرض يتحكم عليا بسنتين سجن، وفضلت محجوز لفترة طويلة مش عارف قد إيه. الوقت ما كانش بيعدي علشان ما كنتش بعمل حاجة. لما خرجت من السجن اكتشفت اني خسرت المدرسة، واهلي واصحابي سابوني. ترديزوم عرفتنا ان انتهاك الاطفال مرفوض، كل الاطفال ليهم حقوق حتى اللي خالف منهم القانون، وكمان دربت ترديزوم الشرطة ازاي يعاملوا الاطفال اللي في سني. شكرا لفريق ترديزوم، اتوسط لي عند البقال، رحت اعتذرت له واشتغلت عنده فترة كتعويض عن غلطتي، وده أنقذني من سنتين في السجن. عرف فريق ترديزوم أهالي قريتي على نظام العدالة التصالحية، وده ساعدني أرجع أعيش وسط أهلي تاني، وكمان ساعد الأطفال اللي زي. في النهاية الفريق ساعدني أني أرجع المدرسة تاني، ودلوقتي باخد تدريب على صنعة. أعتقد أن حياتي الحقيقية ابتدت من جديد.